جميع المكونات الرياضية ومكونات نادي أولمبيك الرحمة والأسرة الكبيرة والصغيرة، نخدموا التعازينا الحارة لضحايا زلزال الحوز. فقامت أعضاء ديال الجمعية أولمبيك الرحمة للمصارعة بزيارة للمناطق المنكوبة وتقديم عدة خدمات اجتماعية، القافلة الأولى والثانية والثالثة. فكنبغي باسم جميع المكونات نقدموا التعازينا الحارة لضحايا زلزال الحوز. النادي لحد الان كيقدم الاعتماد ديالو لدى جامعه المصارعه، وحنا هذه السنه الاولى اللي ان شاء الله غادي نشاركوا بالجامعه ديال المصارعه. بغيت نشكر جميع المتدخلين من انجاح هذه الرياضه، هذه رياضه المصارعه. في البدايه كنقدموا جزيل الشكر للسيد المدير الاقليمي التابع لوزاره الشباب والثقافه والتواصل، وكذلك مدير المركز السوسيو الرياضي الرحمه واحد اللي عطى فرصه للشباب من اجل الاندماج في الرياضه، لا سيما الرياضه المحليه. ابناء منطقه الرحمه دار بوعزه اقليم نواصر، فكما كيعرف الجميع فرياضه المصارعه فهي رياضه اولمبيه اللي لقات واحد الاستحسان ديال ساكنه مدينه الرحمه بصفه عامه، وكذلك الرياضيين منطقه دار بوعزه بصفه خاصه. نادي اولمبيك الرحمه فهو نادي متعدد الافرع، فوجود اولمبيك الرحمه لكره القدم، وكذلك اولمبيك الرحمه لفنون المصارعه، وكذلك اولمبيك الرحمه لكره الشاطئيه. فهذه الانشطه، فهناك نادي فرع ديال كره القدم الشاطئيه الملتوي لعصبه الدار البيضاء الكبرى والمشارك في البطوله الجهويه لجهه الدار البيضاء، وكذلك فرع كره القدم اللي كيعرف مدرسه كره القدم لفئه الاطفال بمنطقه الرحمه، كيشتغلوا في منتزه الرحمه، وفرع المصارعه اللي كيتواجد بالمركز السوسيو رحمه واحد الذي يترقب. مره اخرى كنبغي نشكر السيد عامل عماله اقليم نواصر، وكذلك باشا باشويه دار بوعزه، ورئيس الملحقه الاداريه رحمه واحد، ورئيس الملحقه الاداريه رحمه جوج، ولا ننسى كذلك رئيس جماعه دار بوعزه على الدعم ديالهم الرياضي، ولا ننسى كذلك المدير المندوب الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه. رياضه المصارعه بلا شك كل شيء تعرف رياضه المصارعه رياضه اولمبيه، وتنقولوا رياضه المصارعات يعني كاين ثلاث انواع ديال المصارعه، كاين المصارعه الحره، المصارعه الرومانيه، المصارعه النسويه، المصارعه الشاطئيه. هادو كاملين بغض النظر عندهم تنشوفوا الحال لا تكنيك ولا سوبليس اللي تنبازيو عليها حنا خصوصا في المصارعه، رياضه كما تنشوفوا هنا في وراء الميكرو عندنا، كاين الماتريال ديال لا ميسكولاسيون يعني فورس ميسكولير، كاين التكنيك تنبازيو عليه، كاين لا سوبليس، كاين لي جو سبيسيفيك، يعني كاين واحد الجانب ديال ما هو تقني اللي تنشطوا عليه، وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هاد الايجابيات هاد الثقه النفس اللي عندنا والتجربه اللي عندنا تكون نوصلوها للدراري بكل مرتاحية. تنقولوا كرئيس وكمدرب، ماشي مدرب بوحدي، كمدير تقني ومعايا مدربين اخرين، كاين الاستاذ حسن الراجي اللي عنده تجربه كنديه، وكاين الاستاذ ايوب حلوم اللي تا هو معنا في الدومين ديال المصارعه. من هنا لقدام ان شاء الله غادي نتسناو البرنامج اللي غادي تعطيه لنا الجامعه ان شاء الله، جامعه المصارعات، باش حنا غادي نديروا واحد التدريب على حسب البرنامج اللي غادي يكون سنوي، سواء بطولة المغرب، سواء لتورنوا ناسيونال، سواء تورنوا باريكيب، سواء كأس العرش، حنا في استعدادات إن شاء الله. أنا مدير ديال وملاحظ ديال المركز الاجتماعي الرياضي فالرحمة واحد في منطقة الرحمة، ودابا كنشوف على حسب هذه الأجواء اللي كاينة في المصارعة، تبارك الله راه هما دابا تبارك الله الشباب، وكنا درنا واحد انعقاد ديال الاجتماع مع المدير الإقليمي ديال عمالة عين الشق إطار قطاع الشباب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وقمنا ببعض يعني الحوار في الموضوع ديال الاجتماع، هي خرجنا بواحد الإيجابيات. أمام عن الإيجابيات هي وفرنا جميع الجمعيات المتخصصة في جميع الأنشطة الرياضية، ولكن خرجنا بواحد الحوار اللي هو إيجابي في إطار النظام والقانون الداخلي ديال المؤسسة، اللي عطينا فيها واحد البرنامج هو البرنامج ديال العام كله، هي في إطار الحصص وفي إطار الأيام اللي كنعطيو للدراري تبارك الله، هي في الحصص ديال الأنشطة، وعطينا واحد ودابا عطينا تبارك الله في اطار ديال كملاحظ في اطار النظام والقانون الداخلي ديال المؤسسه، عطيناهم الحصص ديالهم، عطيناهم الايام ديالهم في اطار البرنامج اللي هما يستحقوه، وكل واحد تبارك الله راه خدا حقه تحت اشراف والتعليمات والقرارات ديال المدير الاقليمي ديال عماله عين الشق. لنا الحمد لله مشاركات في هذه الرياضه هذه تحت اطار الجامعه الملكيه
المغربية للمصارعة وتحت أساتذة اللي هم كفء ما شاء الله، وحاليا هم حاليا متواجدين في بطولة العالم كأستاذ عبد الله الزعيمي. وك النقط الإيجابية ديال هذه الرياضة هذه لا شك كثيرة الحمد لله، منها لا كونديسيون فيزيك ديال الإنسان، كيولي الرجل يعني رياضي قوي البنية، عنده واحد كيف كنقولوا نفس جميل. والنقط اللي هي سلبية لابد من الإصابات كباقي الرياضات، كيوقعوا فيها إصابات وكذا. النصيحة اللي نقدر نقدم لهاد الوليدات الصغار اللي هما طالعين هو الانضباط والمداومة كذلك. علاش؟ لان غادي تزرع فيهم واحد الروح ديال الادب، غيفرغوا الطاقات السلبيه ديالهم هنايا وكيخرجوا من هنايا يعني كيف كنقولوا كاين لا ديسيبلين، عندهم اساتذه اللي كيحاولوا يعطروهم كيحاولوا يخلقوهم، والرياضه كتبقى اخلاق قبل من اي حاجه.